يلا سنة تالتة زي ما كتبنا وتعلمنا حرف السين، عايزين ناخد عليه جمل. ناخد عليه ايه؟ جمل. ايه الجملة اللي معانا؟ بصير كويس وانا بكتب. الحرف بيرسى على ايه؟ على السطح. اللام لها حلية من فوق، اللام لها ايه؟ حلية. حرف الراء بينزل عن السطح. اهو بالراحة واحدة واحدة كده. ما ينفعش اكتب الخط وانا طالع اجري. الخط محتاج هدوء وانظم نفسي عشان يطلع معايا شغل ايه؟ شغل حلو. اقرا معايا كده. الرضا. الرضا. شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ الرضا. سر. السعيدة. سر. الرضا. سر. السعادة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ اولا بص لسياق السطر، فين الكلمة والكلمة ايه؟ ها؟ شافة. ايه؟ صح كده؟ ده بيخلي الخط ايه؟ اجمل. خلي الخط ايه؟ شوف انت شكل السطر كده متناسق، الالفات الف واللام ايه زي بعضها، ماشي؟ بهذا التناسق وبالكتابه بدقه وبقيناه يطلع معايا خط جميل، يطلع معايا خط جميل. تابعوا معايا قناه الخطاط خالد جلال، خطوطنا هتبقى افضل واجمل، والى ان نلتقي. تصحبكم السلامه.